السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكمل البايوكيمستري مع لكتشر الاكتف اند انهبت اكتيفيشن اند انهبيشن اوف انزيمز. لكتشر سهل جدا ان شاء الله. الانزيم زي ما احنا عارفين انه عبارة عن بروتين، تمام؟ والبروتين له وظائف عديدة. اليوم راح نتكلم عن بروتين الانزيم اللي هو عبارة عن specific بروتين. الانزيم هو عبارة عن specific بروتين او specific بروتين catalyst، يعني يسهل ايش؟ يسهل عن طريق انه يسرع accelerate the rate of the chemical reaction، يسرع الكيميكال reaction. ولما يشارك في الرياكشنات ما يتغير، فالانزيم ستراكشر از نوت تشينجد باي ذا انتاير باي ذا انترينج ذا رياكشن باي انترينج ذا رياكشن. يعني لما يدخل الانزيم الرياكشن يسرع لكنه ما يتغير وما يستهلك ولا يصير له اي شيء. ف لايك اولموست اول كاتاليستس انزيمز ار نيذر كونسيومد اور changed by the participation in the reaction. ما يتغير، ما يستهلك، ما يصير له ولا شيء. تمام. طيب the enzyme that catalyze the conversion of one or more compound طيب or substrate into one or more different products. يقول لك ان الانزيم that catalyze يسهل عملية تحويل substrate الايش؟ البرودكتس. بس هو الانزيم اساسا هذه وظيفته، يمسك السبستريت ويحوله للبرودكتس. طيب هنا الكلام سهل، بس نعرف ان سبيسيفيك بروتين يسوي اكسلريشن للريت وما نوت تشينجد ونوت كونسيومد ونوت تشينجد اجين، وانه يحول للسبستريت لايش؟ للبرودكتس. طيب هذا هو. طيب دام ان هنا خلينا نتكلم شويه، هنا هذا سبستريت. طيب هنا الاكتيف سايت، هذه اسمها اكتيف سايت، سبستريت سايت، كاتاليست سايت، هذه اسماء لازم نعرفها، تمام؟ طيب هنا يجي سبستريت يرتبط هنا يسويه الانزيم يحوله لايش؟ لبرودكت. بس في مكان هنا برضو ثاني، طيب في مكان هنا ثاني نسيت اسمه. طيب هذا لازم نعرفه. ففي مكانين، هنا الاكتيف سايت وهنا نوت اكتيف سايت، لكن لها اسم ثاني ان شاء الله راح نحصله تحت. طيب انزيم ورك، الانزيم هذا زي ما قلنا سبستريت الاكتيف سايت يرتبط فيه. طيب الانزيم سبستريت كومبلكس يصير اسمه انزيم سبستريت كومبلكس، بعدين يطلع البرودكت، هذا هو البرودكت، خلصنا. طيب الفانكشن اوف ذا انزيم، طيب the participate الانزيم participate in numerous physical active، يشارك في انشطة فيزيائية عديدة، من ضمنها الهضم، الميتابوليك رياكشن انه يهضم يسوي ميتابوليك للكربوهيدرات للبروتين للليبيد، blood clotting راح نشوفها بعد قدام برضو في بروتين معين يسوي لي blood clotting في lecture الفيتامينز. طيب detoxification يسوي لي إزالة السموم، أنا اشتغلت الساعة 12 عشان أشرح، آسف بس برضو في إزعاج، أنا آسف جدا والله. الإنزيم can be used in many، نقدر نستعملهم في التشخيص. طيب فيعلمنا إذا فيه مرض موجود presence of disease، organ involved إيش هو اللي سبب للمرض، cause اللي هو etiology، الاسسمنت اوف ذا ديزيز سيفيريتي الستيج لين وين وصل الديزيز، فولوينج ذا بروجريسيف يشوف او يراقب لك المرض وين راح وين جاء وكيف صار. طيب هنا الكلام شرحناه فوق، ميكانيزم اوف ذا انزيم اكتيفيشن، الانزيم مولكيول كونتين سبيسيفيك بوكيت او كليفت كولد اكتيف سايت، هذا من عندي انا سبستريت سايت كاتاليستيك سايت. طيب هذه السايت اللي في الانزيم يرتبط فيها السبستريت. طيب الانزيم عندنا نقدر نشرح بافضل مثال اللي هو ايش؟
المفتاح والقفل، بس هذا الكلام الموجود هنا. طيب اوكي، الفاكتور افكت ذا ريت اوف ذا انزيم اكتيفيشن. والله عندنا اشياء كثيره تاثر لي عليها، من ضمنها التمبريتشر. التمبريتشر ترتفع، كل ما ارتفعت كل ما ارتفع الانزيم اكتيفيتي لين توصل الاوبتيمال تمبريتشر، بعدين خلاص اي زياده راح يسبب لي مشكله. وينام البي اتش برضو على حسب، لازم يكون اوبتيمال بي اتش. السبستريت كونسنتريشن والانزيم كونسنتريشن، الوقت والكوفاكتورز. طيب طيب، الانزيم اكتيفيشن the simplest mechanism of enzyme regulation is to produce the enzyme only when the substrate is present. كيف نفعل الانزيم؟ يقول لك والله انه ما يطلع الانزيم الا لما تكون السبستريت موجوده عشان يرتبط فيها الانزيم. وليش؟ يقول the reason for this is to conserve energy، عشان نحفظ الطاقه. يعني احنا ما نسوي انزيمات وخلاص على الفاضي، لا، نخلي الانزيم يطلع وقت ما يكون السبستريت موجود. عشان ايش؟ عشان conserve ايش؟ الانرجي. لان الخليه if the cell runs out of the chemical energy، اذا ما عندها طاقه راح تموت. طيب therefore many mechanism exist to conserve cellular energy. يعني اغلب العمليات اللي تصير حتى لو كانت تصنيع انزيم عشان يرتبط السبستريت، عشان ايش؟ يحفظ لي الطاقه. الميكانيزم اوف انزيم، طيب كيف نفعل الانزيم؟ والله عندنا اكتيفيشن اوف زايموجين، هذا الزايموجين عباره عن انزيم غير مفعل. والاكتيفيشن اوف باي، نجيب ميتال ونخليها تفعل الانزيم. مثل انا الان جايكم واقولكم انتم تستطيعون، وفي النهايه والله لا انتم فرحين ولا انا فالح، والصلاة على النبي ربنا يوفقنا. والكوفيلينت موديفيكيشن. طيب اول شيء الاكتيفيشن اوف ذا زايموجين. الزايموجين قلنا لكم انزيم غير انكتيف. طيب انكتيف فورم اوف ذا انزيم برو انزيم. ميني انزيمز ار فورمد ان ذا فورم اوف برو انزيم، يعني تطلع على شكل برو انزيم او زايموجين. طيب ان ذس فورم ذي ار انكتيف، ذولي انكتيف. طيب كيف يصير انكتيف؟ الزايموجين انسايد ذا سيل بريفنت دايجستشن اوف ذا سيلر بروتين اوتو دايجستشن. طيب هذول الانزيمات وظيفتهم ايش؟ اللي هي الزايموجين، ليش انكتيف فورم؟ لانهم جالسين كذا طيب داخل الخليه، لو اشتغلوا داخل الخليه هضموا اللي داخل الخليه، فهم ايش يصير فيهم؟ هم يصير لهم ريليز، يطلعون برا ويسوون دايجستشن. ليش؟ للفود والبروتينات اللي برا، لانه لو صار له تنشيط داخل الخليه حياكل الخليه وحيذبحها، فيصير عندنا اوتو دايجستشن. فهي زايموجين انسايد ذا سيل، ليش زايموجين؟ عشان prevent the digestion of the cellular proteins. طيب when the زايموجين are released، لما يطلع برا، وين؟ في الستومك والانتستين. طيب to the gut they are activated to digest the food protein. A good example، مين الأمثلة المشهورة على الفورميشن is the formation of the digestion proteolytic enzyme، اللي هو بيبسين، تريبسين، كيمو. تريبسين are all proteolytic enzymes of the digestion tract، هذول الانزيمات حقت الهضم. فهم لما يكونون قبل في ال inactive form اللي هم زايموجين، بعدين يتحولون لايش؟ لتريبسين والاشياء هذه. طيب هذا الزايموجين ما ادري ايش في كلامهم، بس ما في شيء مهم، اظن ما في شيء مهم. طيب الميتال ايون، زي ما قلت لكم انا الميتال ايون اروح لكم اقول لكم شدوا حيلكم ذاكروا، راح تجيبون درجات كويسه وانتم تروحون تذاكرون، ولا حد ايش فينا فالح صدقوني. فالميتال ايون اكتيفيتد ذا انزيم، ذا ميتال ايون انتراكت، يتفاعلون كذا وذ ذا انزيم اند هيلبز ات بايندينج تو ذا سبستريت. انا اقول لكم هي روحوا ذاكروا وانتم تروحون تلتصقون بايباداتكم اوراقكم ايا يكن وتذاكرون تجيبون درجات، تدعوا لي وانا اجيب درجات عشانكم دعيتوا لي وهكذا. طيب الكوفيلينت موديفيكيشن، والله يقول لك هذا عن طريق ايش؟ اما نحط فوسفيت جروب او نشيل فوسفيت جروب.
فايش هو؟ activation by phosphorylation او dephosphorylation. بس صلى على النبي، خلصنا من الاكتيفيشن. طيب احنا الان نبغى نشوف كيف يصير له inhibition. يقول لك ان any substance that reduce the catalyst enzyme activity نسميها inhibitor. اي شيء يقلل من الاكتيفيتي حقه الانزيم نسميه inhibitor. طيب some substance that can inhibit the enzyme activity، عندنا اول شيء السبستريت انالوج، هذا عبارة عن chemical component شكله زي شكل السبستريت، يجي يرتبط في الانزيم ويقعد عليه كذا يخربه بس، تمام. وعندنا عاد التسمم والدراجز، توكسين اند دراجز. طيب طيب الان اجيكم على نقطة الكومبتيتيف دي. طيب inhibitor can be bind to the enzyme، لما يرتبطون في الانزيم اما يكون reversible او irreversible. irreversible يعني يرتبط في الانزيم ويشبك فيه لين يفقع ويموت. طيب فيقول لك ان الirreversible form strong covalent bond، يرتبط فيه covalent bond، دائما يكون من التسمم. طيب poisons يكون سام ويكون non-specific. non-specific هذه من عندي قريتها في مكان اخر، مو لازم تعرفونها، لكن عشان ايش؟ عشان تكثر المعلومات وتطلعون في الزبدة. فيقول لك ان في سبيسيفيك وفي نون سبيسيفيك. الريفرسبل نون سبيسيفيك يشبك باي انزيم يطلع بوجهه، الريفرسبل والله سبيسيفيك على انزيمات معينه. طيب طيب فعرفنا الريفرسبل انه فورم كوفيلنت بوند. الريفرسبل يقول لك فورم ويك بوند، اللي هي يعني نون كوفيلنت بوند، يصير لها تكسير بسرعه، رابد ريدلي dissociate from any enzyme. The enzyme is only inhibited when the inhibitor is present. يعني شيء طبيعي انه ما ينام الشخص الا اذا جاه النوم، ما يصير inhibition للانزيم الا اذا فيه inhibitor. طيب يعني ما يجي من راسه كذا قد انا ويقول والله انا بطفي. الكلام هنا irreversible نفسه، يقول لك ان irreversible inhibitor an enzyme bind to the enzyme in such a way that permanently prevent the substrate from binding، يرتبط فيه يخلي substrate والله ما يرتبط نشبه يعني. طيب الانزيم inhibitor خلصنا من الايش؟ من الirreversible وعرفناه هو حاجة بسيطة. الreversible والله يقول لك انه two forms، يقول لك انه most common in two forms، اللي هي competitive، يعني زي ما انتم عارفين في الفارم والاشياء هذه competitive يكون ينافس على الاكتيف سايت. مو انا قلت لكم قبل شوي ان في هذا الانزيم مثلا 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 نفرض مثلا انه هذا الانزيم هنا الاكتيف سايت وفي هنا مكان ثاني نسيت اسمه الان راح اتذكره تحت. طيب الكومبتيتيف يرتبط في الاكتيف سايت. طيب والنون كومبتيتيف والله ما يرتبط في الاكتيف سايت، يرتبط في المكان الاخر اللي انا قلت لكم عليه هنا مثلا، ولما يرتبط هنا الانزيم هذا يدخل فيه كذا يخلي هذه الجهة تضيق، تمام. مثلا هي على الشكل هذا وفيه كذا. طيب لما يرتبط فيه تصير هذه اصغر، تمام، وهو يكون وسع هذه كذا، هذه السبع هي نفسها هذه، تمام، فهو يصغرها، فلما يجي سبستريت يكون والله not fit inside. فالكومبتيتيف انهبيتر مثل اللي هو انالوج هذا اللي انا قلت لكم substrate analog، هو عبارة عن competitive. طيب فيقول لك ان competitive inhibitors resemble تشبه similar the structure to the substrate and bind to the same active site of the enzyme، ترتبط في الactive site. These prevent the substrate from تمنع substrate من انها ترتبط في الactive site. طيب ان competitive هذا non competitive inhibitor bind to the bind the site of the enzyme other or different than the substrate active site أو active site. طيب هذا هو زي ما قلنا هنا النورمال، هنا يجي substrate يرتبط يعطينا product. طيب إذا كان في إيش؟ في inhibitor، الinhibitor ما يكون competitive يرتبط في active site، أو يكون non-competitive يرتبط في جهة ثانية، تمام، ويصير عندي substrate can bind but reaction
is blocked، ما يصير فيه reaction، يمكن يرتبط ما يصير فيه reaction بس بمكان آخر أنا قريت إنه ما يرتبط خير شر. Thank you very much. I hope you enjoyed. Bye bye.